نتحدث عن الخصوبة لأنه في الخيل، لأنه هناك أسئلة متكررة كثيرة، والسؤال دكتور فرسي ما تلزم يعني ما تحمل ليش؟ طبعا علينا أن نعرف أن نسبة الحمل الطبيعية في الخيل هي حوالي 65%، يعني 35% من الخيل بالمزرعة ما راح تحمل، تبقى إلى الفصل الآخر. ولكن هناك عوامل مؤثرة على الخصوبة أو نسبة الخصوبة فنناقشها تباعا، وهي الخصوبة وبرنامج التكاثر والتغذية، لأن كلها مؤثرة، والإصابات المرضية للجهاز التناسلي، هاي كلها تؤثر على نسبة الخصوبة أو نسبة الحمل. فنناقش أولا خصوبة الحصان ومن ثم الفرس. فبعد جمع المني من الذكر وبعد ذلك تقييمه وتشخيص العوامل المؤثرة، فنجمعه ونحدد العدد بالمليليتر ونحدد حركته ونشاط الحيامن اللي هي طبعا تؤثر على خصوبة الحصان الذكر. وأما الفرس فيجب فحصها عن طريق المستقيم وتقييم الجهاز التناسلي الأنثوي، الرحم والمبايض والمهبل وغيرها، فحتى نتعرف على الأشياء الخطأ بالسونار، يمكن أن نشوف أو ناخذ خزعة من الرحم أو زراعة جرثومية حتى نقيم الجهاز وإصاباته. كذلك الخيل بعد عمر 12 سنة الفرس نشوف الخصوبة تبدأ بالهبوط، فلذلك يجب ملاحظة موضوع مهم وهو غطس الفرج، يعني يدخل إلى الداخل مما يعرضه للتلوث بواسطة الروث من المستقيم، لذلك يجب إجراء تحفظات لهذا الموضوع. وهنا تؤثر على الخصوبة ونسبة الخصوبة، لأنه الجهاز التناسلي مهم، لذلك يجب الخلاصة أن نقيم خصوبة الذكر وخصوبة الأنثى قبل موسم التكاثر لتكون جاهزة لموسم التكاثر وخصوبتها عالية. شكراً.